तिलावत के लिए दावत देता हूँ हमारी इसी मस्जिद में कायम मदरसा तहफीज़ुल कुरान के तालिब इल्म मोहम्मद माज एहतिशाम को कि वो माइक पे तशरीफ़ लाएं और तिलावत कुरान मजीद पेश फरमाएं। माज एहतिशाम أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم.